خير يا جماعة، كنت عايز أتكلم معاكم النهاردة عن نتكلم مع بعض كده عن الـ ATM cards أو البطاقات اللي بنستخدمها في المكان الـ ATM الموجود في البنوك. كنت عايز أتكلم معاكم بس في البداية عن حاجتين، في حاجة اسمها فيزا وفي حاجة اسمها ماستر. أو إحنا كلنا مع بعض بنستخدم الكروت دي بنقول عليها فيزا. الفيزا بتاعتي هي مفيش حاجة اسمها الفيزا بتاعتي، الفيزا دي الشركة اللي بتنسق العملية بين البنك وبين أنت ككارد هولدر أو صاحب البطاقة نفسه اللي هيقوم بالعمليه، بتنسق العمليه نفسها. شركه فيزا وشركه ماستر بتنسق العمليه نفسها بين البنك وبينك انت. ده اللي انا عايزك تعرفه بس في البدايه، او انا عايزكم كلكم تبقوا عارفينه في البدايه. في حاجه ثانيه يا جدع، كنت عايز اتكلم معاكم عن بعض انواع الكروت. اول نوع ديبت كارد. الديبت كارد دي او بطاقه الخصم المباشر، دي بيبقى كارت معمول مربوط بالحساب بتاعك في البنك او مربوط بحاجه انت حاططها في البنك عموما. ممكن تبقى انت حاطط وديعه في البنك وتاخد فوائد، فانت بتطلب انك انت تطلع لك كارت تاخد بيه الفوائد بتاعتك من الوديعه دي، بدل ما توقف في البنك والوقت ده كله تاخدها من الاي تي ام على طول سريع. فالكارت ده بيبقى ديبت كارد غالبا، والديبت كارد ده بالبلدي كده مربوط بالحساب بتاعك زي ما قلت. الفكره بتاعته ايه؟ انك انت بتبقى حاطط فلوس في البنك. لو انت حاطط مثلا حساب توفير بتاعك في البنك في مثلا 1000 جنيه، يبقى الكارت بتاعك ده يوم ما انت تعوز فلوس بدل ما تروح البنك وتاخد الفلوس دي وتقف في الطابور وتضيع وقت، تروح عند اي مكنه اي تي ام اللي ليها علاقه بالبنك بتاعك، او ممكن تبقى مكنه اي تي ام ثانيه ببنك ثاني بس هياخد منك مصاريف طبعا. تاخد الفلوس بتاعتك على طول، انت واقف تحط الكارت في المكنه وتسحب الفلوس اللي انت عايزها، بيخصم من الحساب بتاعك على طول. لو انت حاطط 1000 وخدت حطيت الكارت بتاعك في المكنه واخدت 100 جنيه بفضل 900 على طول هناك، وبتبعت لك مش عارف الكلام ده كل حاجه. كده فهمنا ان الديبت كارد مربوطه بالحساب بتاعك على طول. في نوع ثاني اسمه بريبيت كارد. البريبيت كارد ده بالبلد انت مش عامل حساب في البنك. البريبيت كارد دي او بطاقه مسبقه للدفع، دي نفس الفكره اللي بتسمعها لما انت كنت في زمان بتتكلم، او ممكن حاليا بتتكلم مثلا في خدمه العملاء بتاعتك اورانيا او فودافون او اتصالات، بيكلموك يقول لك اهلا بك في خدمه الكارت المدفوع مقدمه. دي نفس الفكره، الكارت ده بيبقى انت عامله، ما انت مش حاطط حساب في البنك اصلا، مش لازم تبقى عامل حساب في البنك، وبيطلع بسرعه خالص. بتبقى انت بتعمل ايه؟ بتشحن الكارت نفسه بقيمه مبلغ، المبلغ اللي انت عايز تستخدمه وتشتري بيه. يعني زي ما انت لما تروح تشتري كارت شحن مثلا ب 10 جنيه، كارت مشحون ب 10 جنيه، يعني يوصل لك في الموبايل بتاعك 10 جنيه، زي كده الكارت ده او البريبيت كارد ده او البطاقه مسبقه الدفع انت بتشحنها ب 10 جنيه مثلا او بتشحنها ب 100 جنيه، بيبقى فيها 100 جنيه بس. الكارت بس اللي فيه 100 جنيه، مش انت حاطط فلوس في البنك ب 100 جنيه. فاهمني؟ يعني ما فيش حساب في البنك. تستخدمها بس في انك انت عايز تتعامل، يعني التعاملات الاونلاين، التعاملات اللي عندك لانها اكثر امانا. يعني لو انت استخدمت الديبت كارد غالبا الديبت كارد طبعا زي ما انتم عارفين لسه جاي، لان هو مربوط بالحساب بتاعك في البنك. فلو انت حاطط 1000 جنيه وتعمل عمليه ب 100 جنيه وانت مثلا ممكن تبقى جانا على 900 جنيه، هي كل التعاملات البنكيه او التعاملات اللي بتبقى اونلاين بتبقى مضمونه. بس لو انت متخوف من الموضوع البريبيت بتبقى اضمن لك، لانك انت لو هتعمل عمليه ب 100 جنيه هتشحنها ب 100 جنيه وتروح تستخدم على النت ال 100 جنيه بتاعتك. فاهمني؟ فبتبقى بتستخدم على النت اكتر البريبيت دي. والبريبيت كارد نفسها في ممكن مسميات تانية، او يعني بتبقى موجوده في كل البنوك، وفي ساعات بتبقى كروت تانية باسماء تانية بتبقى نفس فكره البريبيت. يعني في حاجه اسمها جيفت كارد. الجيفت كارد دي بطاقه بتقدمها لحد كهديه، بدل ما انت مثلا عايز، يعني انت مثلا عايز تجيب هديه لست الكل اللي هي الام يعني في عيد الام، فمش عارف تجيب لها ايه، ممكن تروح تجيب لها بجيفت كارد دي لو هي عرفت اصلا ايه جيفت كارد دي، بس انت تبقى تقول لها في مثلا او مشحونه بقيمه الفلوس من الهديه نفسها. فكنت هتجيب لها هديه ب 1000 جنيه، ده لو انت اصلا معاك 1000 جنيه تجيب بيهم هديه، بتشحن الجيفت كارد دي ب 1000 جنيه وتديها لها هي ست الكل وتروح تعمل اللي هي عايزاه. بس الجيفت كارد دي غالبا يعني ما ينفعش تاخد فلوسك كاش، هي تروح تعمل اللي هي عايزاه، تشتري بيه حاجه. يعني تروح مثلا اي مول او اي حاجه غالبا بيبقى عندهم المكن اللي يسحب اللي بيقبل الكارت ده، تشتغل بيه وتشتري بيه حاجه، وبدل ما تدفع فلوس كاش بتدفع من الكارت نفسه. بس ممكن غالبا تستخدمها تاني كبريبيت ما اعرفش، بس هي الجيفت كارد نفس فكره البريبيت، بتشحنها مسبقا يعني بتشحن انت فيها فلوس. دي البريبيت كارد. في نوع ثالث اسمه كريدت كارد. كريدت كارد يا جماعه يعني انت مش حاطط فلوس في البنك، في نفس الوقت انت مش بتشحن فلوس، انت بتعمل ايه؟ انت بالبلد كده بتاخد من فلوس البنك. ايوه زي ما سمعتوا، بتاخده من فلوس البنك، وعشان انت تاخد من فلوس البنك مش اي حد بيطلعها، والبنك مش بيديها لاي حد، ومش بيديها لده زي ده، بيديها بيحط ليميتس لكل واحد بناء على الموقف المالي او الفاينانشال بوزيشن بتاعه هو. الموقف المالي ده اللي هو بالبلدي قدرتك على انك انت تسدد، بتحدد ازاي؟ لو انت موظف وبتقبض مرتب، عايز تطلع الكارت ده او تطلع الكارت دي بيطلع بضمان المرتب،
وضمان المرتب بتاعك. ليه؟ لانك انت بتاخد من فلوس البنك، والبنك بيبدا يحدد لك بناء على الضمانات اللي انت حاططها اللي هي المرتب بتاعك، بيحدد لك حاجه اسمها لاين اوف كريدت او الحد الائتماني من البلد اللي هي قدرتك انك انت تسدد الفلوس دي. مثلا طلع لك الكارت بالليمت بتاعه مثلا مينيمم ب 5000 جنيه، فانت معاك كارت ليك الماكسيمم بتاعك انك تصرف منه 5000 جنيه خلال الشهر، وبتسددهم في خلال 55 يوم من تاريخ الشراء نفسه او من تاريخ العمليه نفسه اللي انت عملتها. تستخدمهم على يعني الشراء على الانترنت، وتستخدمه ممكن في مكان البي او اس اللي هو بره يعني في الشراء وكده. انت بتصرف من فلوس البنك، وبعدين بتسدد في خلال فتره اقصاها 55 يوم. لو اتاخرت عن 55 يوم البنك بيبدا يعد عليك فايده، فايده هو بياخدها يعني فلوس عليك زياده. ده كريدت كارد، ممكن تطلع كريدت كارد مش بضمان مرتب، هو بتطلع بضمان فلوس انت حاططها في البنك. لو انت حاطط يعني لو انت عامل حساب توفير في البنك، بتقول البنك عايز تطلع كريدت كارد بضمان الحساب ده، وهو بيحدد لك مبلغ يجمده على جنب، وبيديك كريدت كارد فيها الليمت ده اللي هو غالبا 5000 برضه. فعايز افرق معاكم ثلاث انواع بسرعه. الديبت كارد مربوط بالحساب بتاعك على طول، اي حاجه هتعملها هتخصم من الحساب على طول. البريبيد بتبقى انت شحن الكارت نفسه بقيمه، بيطرق هو من القيمه دي على طول دايركت، بتستخدم على الانترنت بس. كريدت كارد بتخصم من فلوس البنك على طول. البريبيد زي ما قلنا بتخصم من اللي انت شحنه. الديبت دايركتلي على طول من الحساب بتاعك. دول ثلاث انواع. في انواع ثانيه كتير، بس هم دول اللي هم ايه بنقدر نقول عليهم البيزكس او الحاجات الاساسيه اللي موجوده في كل بنك. وخليكم فاكرين زي ما قلنا ان ما اسمهاش فيزا، انا مش ما بقولش ان انا معايا فيزا، لا انا بقول ان معايا كارد. كارت وانت تشوف بقى ديبت اللي هو خصم مباشر، ولا بريبيد اللي هو مسبقه الدفع، ولا كريدت كارد اللي هو بطاقه ائتمانيه. فيا رب تكونوا استفدتوا بمعلومه في الفيديو ده، وعايز ارائكم في الموضوع. ولو انت تعرف حد مش عارف المعلومه دي شيرها بس. يا رب تكونوا استفدتوا، وشكرا لحسن استماعكم. شكرا جزيلا، السلام عليكم.